السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم غادي ندير معكم فرد من فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية الدورة الأولى من المستوى السادس ابتدائي دائما في الموسم الدراسي 2022-2023. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم فرد ديال اللغة العربية، وبالضبط غادي نديرو مكون الصرف والتحويل. إذا الصرف والتحويل عندي عليه 10 ديال النقط وثلاثة ديال الأسئلة، ساهلين بزاف. غادي نحاول نشرح لكم تأني هذه الأسئلة وغادي نجاوبوا عليهم جماعة إن شاء الله. إذا مكون الصرف والتحويل 10 ديال النقاط. السؤال الأول، أكمل ملأ الجدول، 3 ديال النقاط. غادي نكملوا هذا الجدول. هذا الجدول فيه الفعل في الماضي، إذا هنا عندي الأفعال في الماضي، هنا مصدرها، هنا أصل حرف العلة، وهنا مضارعه. إذا رعى مصدره رعيون. إذا رعيون، نعم راعيون، أصل حرف العلة، إذا طبيعة الحال الأصل نعرفه من المصدر أو من الفعل المضارع. إذا أصل فعل رعى الياء لوجودها في المصدر، الياء لوجودها في المصدر. نعم، إذا هذا هو الأصل ديال حرف العلة، هو الياء لوجودها في المصدر. نعم، المضارع مضارع فعل رعى هو يرعى طبيعة الحال. يرعى. الفعل الموالي هو بدا، فعل مصدره بدون. نعم، بدون هو المصدر. شوفوا الآن الأصل ديال حرف العلة، ما هو أصل حرف العلة؟ إذا الأصل ديال حرف العلة هو الواو. الواو لوجود ماذا؟ لوجودها في المصدر. نعم، إذا هنا الأصل ديال حرف العلة في هذا المصدر هدايا أو ديال الفعل بدا هو الواو لوجود الواو في المصدر. نعم، لأن الحروف ديال العلة مجموعة في كلمة وايون. إذا بالنسبة للمضارع ديال بدا هو يبدو. نعم، الفعل الموالي هو فعل نسي، مصدر نسى هو نسيون. نعم، إذا ما هو حرف أو ما هو أصل حرف العلة؟ طبيعة الحال هي الياء. إذا الياء لوجودها كذلك في المصدر، لوجودها في المصدر. إذا قلنا الأصل ديال حرف العلة يمكننا نعرفه انطلاقا من المصدر وكذلك من الفعل المضارع. نعم، إذا هنا حرف العلة هو الياء لوجودها في المصدر. بالنسبة للمضارع هو ينسى، فعل مضارع. الفعل الرابع وهو فعل جري، مصدر فعل جرى هو جري. نعم، إذا فعل جرى هو جري، المصدر هو جري. شوفوا الآن الأصل ديال حرف العلة، إذا هنا الأصل ديال حرف العلة هو الياء من طبيعة الحال لوجودها في المصدر. إذا الياء لوجودها في المصدر. إذا الياء لوجودها في المصدر. بالنسبة لمضارع فعل جرى يجري من طبيعة الحال، يجري. إذا راعي، إذا المصدر هو راعي، الأصل ديال حرف العلة هو الياء لوجودها في المصدر. بالنسبة للمضارع ديال الفعل هو يرعى. بدا بدو، الواو لوجودها في المصدر، يبدو. نسى نسي، الياء لوجودها في المصدر، ينسى فعل مضارع. جرى جري، هو المصدر ديال جرى، الياء لوجودها في المصدر وأصل حرف العلة. ويجري مضارع فعل جرى. الآن غادي ندوز معكم للسؤال الموالي وهو السؤال الثاني. السؤال الثاني هو حول الجملة التالية حسب الضمائر. إذا الجملة هي هذه، جملة دعا إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية. إذا هذه هي الجملة، غادي نحاول نديرها مع الضمائر. عندي 6 ديال الضمائر هنا. أنتما ضمير أنتما، نحن ضمير نحن، هي ضمير هي، هن ضمير هن، وأنا وأنت. أنتما دعا هو اللي غادي يتبدل، شنو غادي يتبدل فيه؟ الفعل، فعل دعا. إذا أنتما دعوتما إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية. إذا دعوتما
إذن أنتما دعوتما، نحن دعونا، دعونا، دعونا. طبيعة الحال غنكملوا الجملة. إذن أنتما دعوتما إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية، نحن دعونا إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية. هي دعت، هي دعت، دعت، هي دعت إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية. هن دعونا، دعونا، دعونا. إذن هن دعونا إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية. أنا دعوت، دعوت، دعوت. أنا دعوت إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية. أنت دعوتي، نعم، دعوتي، دعوتي. أنت دعوت إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية. سؤال الموالي، وهو السؤال 3، هنا عندي واحد الجدول. أتمم ملء الجدول التالي مع الشكل. إذن هنا السؤال الثالث عبارة عن جدول. إذن غنكملوا هذا الجدول. هذا عندي الجدول فيه الفعل وفيه الوزن ديالو. ملي كنتكلموا على الوزن، إذن كنتكلموا على الميزان الصرفي. بالنسبة للميزان الصرفي، هو الذي يضبط الحروف الأصلية للفعل والزيادة المحذوفة منها، وكذلك يضبط حركتها الصرفية، وتوزن هاته الكلمات بالميزان الصرفي فعالة. هنا الفعل سعى، سعى وزنه فعالة، فعالة. كرر، لاحظوا الشدة هنا، إذن هنا عندي التضعيف، إذن فعالة، فعالة. إذن ضروري خصني ندير الشدة هنا. دحرج، دحرج، هنا فعل رباعي، إذن دحرج تكون في الوزن فعلالة، فعل لا. يعني شنو كندير؟ كنكرر اللام مرة واحدة. هاد اللام هذا كنكررو مرة واحدة. إذن هنا سفرجل، سفرجل هنا اسم، وبالتالي هنايا ما كانش خص عليا ندير هنا فعل. هنايا كنتكلمو على الوزن ديال الكلمات، إذن وزن الكلمات بالميزان الصرفي. إذن هنايا سفرجل، سفرجل طبيعة ف. إذن هنا سفرجل طبيعة الحال وزنه فعلل، فعلل، ف لا لون. ودل اللا الثانية غادي ندير لها الشدة، يعني غادي نكرر اللام مرتين، يعني نكرر لامين، لامين كيتكرروا. استكشف، استكشف هي استفعل، استفعل، يعني غادي نزيد است، ثلاثة ديال الحروف ديال الزيادة. فك، فعل. تكاتب، تفاعل. استرعى، استفعل. استفعل. لاحظ، إذن هنا عندي استفعل وعندي استكشف، هادو بجوج بهم شنو كيدير هنايا؟ هنايا حروف الزيادة هي الألف والسين والتاء، يعني تظهر في الميزان الصرفي. إذن حتى الحروف ديال الزيادة ما كتظهرش فقط غير في الفعل، كتظهر كذلك في الميزان الصرفي، يعني في الوزن. هاي بين است هنا است، استفعل هنا استفعل كذلك. إذن وبهذا غادي نكون كملت لفيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فقط المكون ديال الصرف والتحويل. في الفيديو القادم إن شاء الله غادي ندير معكم المكون الثاني، وهو مكون التراكيب، باش ما يجيش من طبيعة الحال الفيديو طويل. قررت أنني نبقى نقسم كل أكتيفيتي بوحدها، يعني الصرف والتحويل بوحدو، التراكيب بوحدو، الإملاء بوحدو، التعبير الكتابي بوحدو إن شاء الله. إذن كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموني وتدعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس، باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم من الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.